السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد البسبوسه بالشوكولا، كتجي زوينه بزاف وهشيشه وخفيفه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو ساشي ديال فاني وجوج خمارات كيماويه، كاس عامر ديال السميده الرقيقه، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سكر سنيده، واحد ياغور طبيعي بنكهه الفانيا، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وثلاثه البيضات. بالنسبه لمعلقه ديال الكاكاو المر، الا بغيتو ديروا بلي ساشي يمكن لكم ديروا دو ساشي من وزن 8 غرام. اذا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نديروا فيه ثلاثه ديال البيضات، ومن بعد غنزيدوا عليه كاس لاروب ديال سكر سنيده وساشي ديال الفاني وغادي نخلطوا مزيان. من بعد ما كيطحنوا لينا مزيان المكونات، غادي نزيدو دانون فاني، وغادي نزيدو كاس لاروب ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نطحنوا مزيان. في الاخير غادي نزيدو كاس ديال السميده الرقيقه وجوج خمارات كيماويه، وغادي نطحنوا كلشي. دابا خديت لومول ودهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه شويه ديال السميده الرقيقه وكنكب بالخليط. غندخلوها للفرن لمده 30 دقيقه على حراره 180 درجه. دابا غندوزو باش نوجدو لاصو الشوكولا باش غنسقيو البسبوسه. غادي نحتاجو كاس ديال الحليب وقطعه كبيره من الشوكولا وواحد دانيت شوكولا. اذا كيف ما كتشوفوا درت كاس ديال الحليب ومن بعد زدت عليها قطعه الشوكولا. غادي نخليه يذوب مزيان ومن بعد غنحيدو من فوق النار وغادي نزيد عليه دانيت شوكولا وغنخلط مزيان. هنا من بعد ما خرجتها من الفرن كبيت عليها لاصوص وهي باقا سخونه، وكناخذ فورشيط وكندير فيها ثقوب الكيك كامل باش كتدخل لينا ديك لاصوص مزيان وكتعطيها واحد الطعم رائع، كتجي بنينه بزاف وهشيشه ومسقيه مزيان. من بعد ما بردات قطعت واحد القطعه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا كان عندي فخامبواز درته من الفوق. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف، كتجي زوينه بزاف. شكرا على المشاهده ديالكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.